معايا على الهاتف واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ الكرة القدم المصرية، مع منتخب مصر، مع نادي الزمالك، مع النادي الأهلي، اسم كبير جدا جدا في مركز الجناح الأيسر وفي كل حتة في الملعب. كان الراجل ده لاعب مهاجم كمان، كابتن الكبير كابتن طارق السعيد. كابتن طارق صباح الخير عليك، مشرف ومنور. كابتن كريم تحياتي ليك ومليون مبروك على برنامجك الجديد، وتحياتي لكل مشاهدينا. شرف كبير، شرف كبير ليا. الله يبارك فيك يا كابتن طارق، منور الدنيا. ايه رايك النهارده في اداء النادي الاهلي في هذه المواجهه قدام بالميرس؟ والله يعني في ظل الظروف اللي النادي الاهلي فيها من لعيبه المنتخب مش موجوده معاه في الفتره الاخيره، واللعيبه طبعا جايه مجهده بعد الوصول للمباراه النهائيه ولعب اكثر من اربع مباريات او اربع مباريات بالفعل 120 دقيقه. اللعيبه الدوليه صعب جدا ان هم كانوا يلعبوا النهارده، بصرف النظر عن نايمان اشرف ما لعبش المباراه الاخيره. الاصابات اللي عند النادي الاهلي في ظل ان عدم تواجد التجانس في الفتره الاخيره، لان اللعيبه بقى لهم فتره طويله ما بيتمرنوش مع بعض. اوقات الاهداف اللي دخلت جوه النادي داخل النادي الاهلي او داخل مرمى النادي الاهلي النهارده كانت اوقات صعبه، ما تدخل اوضه اللبس مثلا ما بين الشوطين ما تبقى 0-0 الا لما تبقى 1-0، واول ما تنزل الشوط الثاني يدخل فيك هدف ببعض الاخطاء الفرديه اللي احنا شفناها في المباراه. فكل الظروف النهارده ما كانتش مساعده النادي الاهلي، رغم كده كان ممكن يرجع تاني خصوصا بعد التغييرات اللي عملها مستر موسيماني. واعتقد بدايه محمد شريف كانت مهمه جدا من بدايه المباراه، لان واحد عنده خبرات ويقدر يشتغل في الجزء الامامي بشكل افضل من اي حد كان متواجد طبعا. لكن النادي الاهلي بيلعب فرقه كبيره، بيلعب فرقه عريقه، بيلعب فرقه عندها خبرات، وواضح جدا تحضيرهم للنادي الاهلي وان هم ذاكروا النادي الاهلي كويس جدا، وان هم عاملين لهم حساب من المره اللي فاتت. صح. انت من تنزل رسمي من المركز الثالث السنه اللي فاتت، صحيح، خلاه ياخد المركز الرابع. فهم عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين اسم النادي الاهلي كبير جدا، فكانوا عاملين له حساب بشكل كويس جدا. طيب هل تتوقع او يعني تفتكر موسيماني ما بداش محمد شريف النهارده؟ عايز يرفع عليه الضغط اللي اوريدي موجود على محمد شريف، ما كانش عايزه يبدا المباراه وقال اديله في الاخر تكون النتيجه، على سيناريو مثلا كان في دماغ موسيماني انه يبقى التعادل سلبي مثلا ويخلي محمد شريف يشارك في الشوط الثاني يخطف هدف، ده ممكن يكون سيناريو كان في دماغ موسيماني، ولا تفتكر ما بداش ليه بمحمد شريف؟ يا الله، كل مدير فني وليه سيناريوهاته يعني. اعتقد هو كان مقسم المباراه على بعض اللعيبه، زي حمدي فتحي ان هو نزله امتى ونزل احمد عبد القادر امتى بعد ما دخل فينا الاهداف يعني. ومحمد شريف ايضا اعتقد كان مقسم المباراه، لكن طبعا توفيق وعدم توفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بتحط سيناريوهات، لكن ما تقدرش في كرة القدم تغيرات كتير داخل المباراة يعني، ممكن تبقى 1-0، ممكن 1-1، فانت لازم اكيد بتبقى محضر في حالة 1-0، في حالة 2-0 هعمل ايه؟ فده كمدير فني. بس انا هي وجهات نظر. محمد شريف هو رأس الحربة الأساسي لفريق النادي الأهلي. محمد شريف من اللعيب، بالعكس أنا كنت شايف إن محمد شريف معلوش غضب، بالعكس ده لو ما يبقى موجود النهارده كان عنده حافز كبير، خصوصا بعد اللي حصل معاه في منتخب مصر بعد نزوله وخروجه، كان نفسه أكيد عنده رغبة كبيرة إن هو عاوز يلعب، عاوز ينزل حاجات كتير جدا لنفسه شخصيا ولجماهير النادي الأهلي وجماهير مصر كلها. ده طبعا وجهة نظر، لكن نحترم طبعا وجهة نظر اللعيبه حاولت تأدي على قدر المستوى وقدر الغيابات اللي عندها، لكن فريق بالميراس لازم نتفق ان هو فريق كبير عنده خبرات دوليه وعنده لعيبه بارقام كبيره قوي، لعيبه على مستوى عالي جدا. صحيح. طيب هستغل فرصه ان انا معايا واحد من نجوم منتخب مصر السابقين الكبار واسالك على ما قدمه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه الاخيره. الحقيقه كل التقدير لعيبه منتخب مصر، محدش قصر من اول محمد صلاح لحد كل حد صبحي اللي هو الحارس. كانت الروح واضحه، ورغم ان احنا بدايتنا ما كانتش جيده، وخلي بالك دايما ما تبقاش بدايته جيده يبقى في ارتفاع في المستوى، عكس لو كنا بدانا كويسين كان ممكن يبقى في انخفاض في المستوى. ان احنا نلعب اربع مباريات 120 دقيقه حمل بدني عالي جدا 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 لا يتحمله اي بشر فعلا يعني. وقت المباريات قصير، كل ثلاث ايام مباراه، بتلعب في اجواء صعبه جدا، ملاعب صعبه جدا، التنظيم اصعب واصعب.
حرب نفسيه من لما تيجي تلاعب البلد المنظم ويتكلموا على الفريق. لكن كل التحيه وكل التقدير للاعيبه منتخب مصر، لجهاز منتخب مصر، كل التحيه والتقدير ان هو طلع علينا نجوم جديده، طلع علينا لعيبه كبيره زي محمد عبد المنعم، وشفنا مرموش، شفنا لعيبه كلها عمر كمال، مش نعرف هذه الاسماء، عمر كمال طبعا في مركز صعب جدا ان هو يلعب فيه لانه ما لعبش فيه خالص، وان هو يلعب قدام الفرق الكبيره ديت ويؤدي بالشكل دوت. كل دي نقط ايجابيه بصراحه حصلت لمنتخب مصر، ان احنا نوصل المباراه النهائيه. لكن اللي بيوصل النهائي يبقى وصل للهدف اللي هو عايزه، لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما كانش موجود معانا. هو لازم نشكر الشناوي، لازم نشكر ابو جبل، لازم نشكر صبحي، كل لعيبه، عشان ما تقدرش تنسى حد. الكل ما قصرش، الكل اشتغل. انا بس يمكن كان عتابي هو شيء واحد، لا ما اعرفش هل هو ده قرار مدرب فقط ام قرار لاعبين في المباراه النهائيه. مش عايزين كنا نحمل اللعيبه اللي عندها خبرات اقل في المباريات الدوليه وهي اللي تشوط ضربات الجزاء في مباراه زي دي. كل التقدير كل الاحترام فيهم وليس تقليلا فيهم، بالعكس هم قدوا محمد عبد المنعم عدم توفيق ان الكره تيجي في القائم، محدش يقدر يتكلم، وهو احرز قبل كده، مروان ايضا احرز الهدف، ومهند سيد قبل كده احرز قبل كده. هو طبعا ضربات الجزاء لو حتى دخلت مين، مارادونا ضيع بالظبط، روبرت باجي ضيع، كل الناس ضيعت. لكن انا كان عتابي الوحيد اللعيبه الخبرات، اللعيبه اللي موجوده داخل الملعب كان لازم ليها دور في الوقت دوت، او زي الكره الحاسمه الاخيره لمهند لاشين. طبعا كل تقديرنا ليه ان هو لعيب كبير، وان هو هيبقى ليه مستقبل كبير جدا في الكره المصريه ان شاء الله باذن الله. كان يبقى حد خبره اكتر، عنده ثبات انفعالي اكتر، عنده قوه وجراءه اكتر. انا كنت شايف ان محمد صلاح هو الافضل في هذه الضربه الاخيره طبعا، لكن بس كلش اكيد المفروض حاطط اسماء وحاطط بالترتيب 1 2 3 لغايه 5، لكن طبعا توفيق ربنا كان وارد. توفيق برضه بالظبط بالظبط، لكن هو ده بس التعقيب الوحيد. لكن في النهايه منتخبنا شرفنا، منتخبنا رفع راسنا، ناس عرفت قيمه منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر اللي كل الناس بتترعب منه، والحمد لله ربنا كرمنا. لكن توفيق ربنا ما خدناش الكاس، ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن طارق السعيد نجم نادي الزمالك والاهلي ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.